متحف فيكتوريا وألبرت هو أكبر متحف لفنون التزيين في العالم، حيث يحتوي مجموعة من 4.5 مليون قطعة مختلفة. تأسس المتحف عام 52,800 في العاصمة البريطانية لندن، وسمي نسبة إلى الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت. يقع المتحف في شارع المعارض بحاضرة كنسنغتون وتشيلسي، إذ تجاوره مجموعة كبيرة من المتاحف الأخرى كمتحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم، وكذلك قاعة ألبرت الملكية. يعد المتحف مؤسسة عامة يرعاها قسم الثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية، وأصبحت تكلفة دخوله تماما مثل المتاحف الوطنية الأخرى في بريطانيا مجانية منذ العام 2001. مساحة متحف فيكتوريا وألبرت تبلغ نحو 12,000 هكتار، أي ما يعادل 51,000 متر مربع تقريبا، ويتضمن 145 معرضا مختلفة. وتوثق القطع التي يعرضها المتحف 5,000 سنة من تاريخ الفن في قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا كذلك. أنواع القطع الفنية المتضمنة في المتحف تشمل الخزف والزجاج والنسيج والأزياء الوطنية والفضة والمجوهرات والأثاث والنحت والطبعات الفنية والرسم والصور الفوتوغرافية. وتعد المجموعات التي يمتلكها المتحف من هذه القطع بعض أكبر المجموعات في العالم من نوعها. لدى المتحف أكبر مجموعة في العالم بأسره من القطع المنحوتة، والتي تعود إلى حقبة ما بعد العصور الكلاسيكية، ومن بينها أضخم مجموعة من قطع النهضة الإيطالية توجد خارج إيطاليا. أما المجموعات الآسيوية فتتضمن قطعا من شبه القارة الهندية والصين واليابان وكوريا والعالم الإسلامي. وتتميز كثيرا تلك المجموعات المتاحة من شرق آسيا، خصوصا تلك التي تتضمن الخزف والأدوات المعدنية. منذ العام 2001 أطلق المتحف برنامج تجديد وتطوير ضخم تبلغ تكلفته 150 مليون، سيتضمن بناء معارض وأسواق وحدائق جديدة للمتحف.